بنحب نرحب فيكم اليوم بمعرض الشرق الأوسط للحجر اللي نحن موجودين فيه اليوم بنسخته الرابعة على التوالي. هذا المعرض بيستمد أهميته من وجوده بدبي، إنه دبي والمنطقة الخليج بيسيطروا على حوالي 20% من تجارة الحجر بالعالم. هي الصناعة بتتقدر بحوالي 5 مليارات دولار، متوقع توصل لحوالي 19 مليار طن متري ب 2020. You mean the black and the crystal, and here we have the spot. وجودنا هون الفترة الطويلة هذه لأهمية الموقعنا هون كمدينة سباقة، سواء بتوريد المكائن وتوريد التكنولوجيا للمصانع الحديثة اللي عم تأسس، مو بس بالمنطقة هون لكن بالمنطقة بالمناطق المجاورة ومنطقة الدول العربية أغلبيتها، بالإضافة لتورينا بعض للدول الإفريقية، بعض المكائن للدول الإفريقية. ونحن مهمتنا أنه نورد ونجهز المصانع من ألف إلى زد. احنا احدى شركات الناشئه في جمهوريه مصر العربيه، بنشارك في معرض ميدل ايست ستون للمره الاولى. عندنا ثقافه المعارض دلوقتي اعتقد بقت هي الامور المسيطره جدا على المستوى العالمي، بيها بنقدر نتعرف على كل المنافسين لينا في السوق، نعرف جديد في الانتاجات في الرخام والحجر على مستوى العالم، احدث التقنيات اللي بتحدث في التركيبات وخلافه والديزاينات الجديده طبعا.